مين فينا يشوف الفار وما يتقزز؟ تشوفه يمشي في كل مكان وتتضايق، ياكل الاسلاك، يدمر كل حاجه في طريقه، يجري ورا البقايا، كائن من الاخر سيء سيء سيء. ولكن فكرت تحط نفسك مكان الكائن هذا؟ تعالوا خلونا نعرف ايش هو الكائن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سلطان والسولي جيمر، ورجعت لكم في لعبة اسمها محاكي الفار أو رات سيموليتر. أيوة هو الفار. فكرت أنك تكون فار وتشوف كيف يعيش الفار؟ الحين جت الفرصة اللي نجرب نكون فار. وقبل لا نبدأ المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة، إذا ما أنت مشترك خلونا نوصل 10,000 مشترك. يلا خلونا نبدأ. أوكي بسم الله، نبدأ ونحطها نورمال. طبعا هذه اول تجربه لي، ما جربتها ابدا. اوكي اكيد. ياهو ايش هو سريع، مره سريع. طيب ايش اللي ياكل؟ اوكي بعدين ايش اللي ياكل؟ اوكي حرف الاف. اوكي صوت شويه مزعج، خلونا نخفضه كده وان شاء الله انه كويس. لا بعد. اوكي حنخلي الميوزك، هو مونسنا الميوزك. اوكي نشيل بحرف الاي، ناكل بحرف الاف. تمام ما يمديني اكل مباشره. اوكي لازم اشيل اول. والله حياه الفار جدا بسيطه، خراب بيوت فقط لا اكثر ولا اقل. طيب ايش المطلوب؟ يمديني اشيل هذه؟ طيب اوكي 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 يمديني افتح هنا. اوكي هنا وضعه في التخريب. اوكي اقدر اقعد هنا واقفل الباب علي. اوكي انا اخرب البيت بكل الاحوال. طيب كيف افتح الباب عشان اطلع؟ هلو. طيب الازرار كلها ضغطها. اوكي هذا يطلع الصوت. اوكي ايش الازرار الثانية ممكن تسوي؟ ولا شيء الى الان. طيب انا لازم اكسر عشان احد يجي يفتح الباب. طيب اوكي اطلع هنا فوق. لا 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 علق لحظة، خلوني اطلع هنا، ما يمديني اسوي شيء. اوكي هنا سبيد، اطلع هنا. يا ذا الفار الغثيث. اوكي نطلع هنا، ما يمديني. طيب انا احاول اني اسوي شيء، في بالي حاجة اني اطلع فوق، ما يبغى يطلع. طيب نحاول نطلع هنا. اوب اوكي ارميها من هنا. باين ان الكسرة الاولى ما نفعت. انا كيف كسرت الاولى؟ ماني عارف، هو انا شلتها ونطيت ورميتها. اوكي نجرب مرة ثانية. اوب يعني ما كان الا الاولى بس اللي تنكسر. نجرب. اوكي عرفت كيف كذا. يلا بيجي. اوكي بتيجي ولا لا؟ طب كسرت كل شيء، ما عاد معي شيء اكسره. طيب قول لي من بدري افتح الباب. I saw something. لا ندري. اوكي انا الان المفترض مني اني اكل اي شيء هنا فوق الطاوله. يا حبيبي ذا معضل. اي فار يا حبيبي، فار انا، انت شايفني؟ ما يقدر يجيني. اوكي جاء واحد. يو قتلني بالنار يا ظالم. يا اخي حنا نحط صمغ وخلاص. اوكي نجرب للمره الثانيه. اوكي المره هذه ان شاء الله ما... اوكي لازم ننتبه، لازم نركز. إيه انت تعبان، حاول انك ترتاح. ما في ولا فار هنا يا حبيبي، حاكل اكلكم. مشكله نطته، المشكله نطته عاليه. اوب ما يدري عني، ما يدري عني. اوه خليني 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 هنا زابن في المجلة، ما يدري عني. اوكي البيضتين هذه مدينة اكلها. اوكي الان اموري تمام، دخل هناك. حلو حلو حلو، فرصه فرصه فرصه. لا اطيح شيء، لا اطيح شيء حاليا. انا احتاج اني اوكي في اكل هنا فوق، ما يدري عني ابد ولا حاجه. انا خبزه يا حبيبي، روح سوي اي شيء في حياتك، حرفيا انت تحتاج انك تسوي اي شيء في حياتك. ما في اي صوت يا اخي، والله غثيث الى الان فوق 0%. اوكي يقول لي كل 3 فود و object destroy. إيه علينا. أوه أنت شكلك شفت شيء ورا الباب. لا لا أوكي أوكي إيش يبغوني أسوي؟ أكل أكلت. خلونا أتأكد يا حبيبي، الفار سبيد والله سبيد.
سبايدر فار هذا. والله يا حياة الفار. أوكي أبى أجرب أكسرها. إن صح الكلام ما هي راضية تنكسر. لا 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 قتلوني. كيف تشوفني من وراء ال 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 أوكي باقي نكسر واحدة. باقي نكسر واحدة. بروح أكسر اللي في السيب هذه. أسهل لي. يهو الفار مرة سريع. إيش المطلوب الآن؟ Enter living room. أحح. طيب. أعتقد إنه أطلع من هنا. لا والله مو من هنا. ما يدري عني أنا ورا الباب. لا لا والله بيعلم علي. خليني أزبن هنا أزبن هنا. أوكي. Enter living room. أي room؟ أوكي. يبوني أسوي أشياء هنا. انحشر. انحشر. ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء. انا ما ادري ايش بيسوي زي كذا اشتغل. يو والله انك تحتاج فعلا انك ترتاح. خلونا اطلع. تفاحتين هناك شايفينها من تحت الطاوله. اوكي هذيك هي. حبيبي مين اللي قاعد يكسر؟ انا الفار هنا تتبلوا علي كمان. هذا حاجه جديده والله قاعد يتبلوا علي. انا ما كسرت شيء. اوف هو اللي طيح الصحن. انا مالي ذنب. انا مسكين. عزيزي المشاهد هل كنت تعلم ان الفار يقدر يدرفت؟ شوف معايا. يا حبيبي الفار محزن مليان ولا عليك من احد. روح يا مدير روح روح. ما هو شايفك. روح. حلو اوكي وناخذ هذه. نقعد الى متى ننتظره يطلع؟ اوكي ايش باقي؟ وين الجزره اكلتها؟ اوكي يبغاني اكل. اوكي ما شافوني ما شافوني. اموري تمام ان شاء الله. ما يدروا عني ولا يدروا عني ما ادري ماني متاكد لكن نقول ان شاء الله انه ما يدروا عني. قاعدين يدوروا. انا في امان انا في امان انا في امان. يا رب ما يحرقني. انا في امان. الان غرفه النوم. اوكي يبغون مني تشيز. اوكي ما حد عندي فرصة اكل كل شيء في الغرفة. ماني متأكد ايش اللي يبغوه بالضبط. اوكي اكل اللي هنا الموزة كمان هاتها. حلو يبغاني كمان اكل تفاحة. تفاحة وين التفاحة هنا؟ ما في جبنتين ولا في وين؟ ليكم مو هنا في اي مكان. عادي سؤال انا بس ابغى اتاكد. خليني اكل. اي والله عادي عادي عادي. مو شرط مو شرط مو شرط غرفة النوم. اوكي يبغالي تفاحة ويبغالي كمان جبنة ويبغالي جزرة وبعدين يعني مهمتنا الآن نعفن البيت. أوكي لعبتي لعبتي يا حبيبي. هذا مو جاي هنا؟ لا مو جاي. أبلع يا حبيبي. عفن أبو البيت فعليا. الفار يسوي الحركات هذه البايخة. أوكي اللي علي ما يروح. تايم ليفت إلا والله يروح. أوكي أنت أدخل عشان أنا أسحب من وراه. عفن الحمام. لا 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 يعبي لا يعبي لا يعبي لا يعبي. خليني ازبن هنا. خلني اريح هنا. اوكي اوكي بريح هنا واكمل تعفين البيت. ورجعوا يدوروا علي في البيت. والله صبرني انا زابن تحت السرير. الامور طيبة. نطلع نعفن البيت. اوكي خلونا نعفن البيت على السريع. وين باقي؟ ما يشوفني الا والله شايفني. اوكي خلوني اكل. اوكي العفن خلص. لازم اطلع اعبي عفن وارجع من جديد. لازم في الوقت المحدد واللي ظاهر لكم 180 اعتقد ثانية لازم اعفن 13 مكان. ما اقدر ارجع اعبي من جديد. وهذا الشيء اللي صار معي فلازم ابدأ من جديد. والله حياة الفار صعبة. لما يفكر يعفن بيت ولا ياكل اكل البيت حرفيا يتعب زي ما انا قاعد اتعب الان. هذا فار. ها يا حبيبي لازم احلها باذن الله. احل. نحتاج باقي اللي فوق. اوكي بحاول بطريقه ما. يا اخي حطينا في اماكن صعبه. اوكي انت شوف لك اي مكان. يمديني. اوكي باقي بس. اوكي هنا اثنين وباقي واحدة. الأخيرة أنا ما أدري فين بالضبط. يا رب ما حد يجي. أوكي
اخر واحده فين؟ يا الله ما يدرو عني ما يدرو عني. اوه انت اصلا من بدري موجود يا عسكري، قاعد في البيت. انا ماني هنا، انا ماني هنا، روح دوروا لكم يلا مكان بسرعه، الوقت الوقت. واخيرا واخيرا اخر واحده، اخر واحده. حلو اوكي، يبغوني سيف ذا رات قري قري قري. المهم انه اطلع اكون سيف. اوكي انا سيف الان. طيب يعني ارجع ادخل في بيتي هنا. اوكي ما لا دخل، ايش في؟ اوكي في شيء باقي ماني متاكد. سيف ذا رات. اوكي في فار ثاني في البيت، احاول اني انقذه يعني. والله اخرب وانقذ. طيب وين الطيب هذا الاقي الان؟ وين الفار الميت هذا ولا المغمى عليه؟ الحين وين الاقي الفار هذا؟ وين موقعه الجغرافي؟ فين؟ انا البيوت كلها لفيتها ما لقيت ولا فار. يا حبيبي وين هو؟ وينه؟ اوه لا 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 هذول قاعدين يشوفوني. والله اثنين حشروني. لا 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 ماني عارف هو وينه، لكن خلوني ازبن هنا لما يقفل الباب. اوه اوكي معاهم واحد جديد، صاروا ثلاثة في البيت. اوكي طلعوا، خلوني اشوف هذا فين الفار. 328 AM. يا حبيبي المكان كله ملغم، حراسات امنية، كل هذا عشان فار؟ مو للدرجة هذه. شكله هنا، شكله في موقف السيارات. شوفوا ذا اللي موقف هنا ما يبغى يروح. شيت قفطوني، ما عاد اقدر ما عاد اقدر ما عاد اقدر، ما عاد في استمنة. اوكي اوكي ما في استمنة ما في استمنة. بيرجع، انا احتاج اني اروح. خلوني اشوف. اوكي الخال هذا واقف قدام الباب، خلوني اسوي استدراج له. الله ينكبك يا فار يا نكبة، الله ينكبك يا فار نكبني. اوكي انتي ندخل تحت السيارة. حلو حلو حلو، يمكن. اوه الفار هنا، الفار هنا، الفار هنا. يسووا فيك يا ولد عمي، صدقني حنتقم لك، حنتقم لك. الان المهمة الصعبة، ما اقدر اجري بسرعة، لازم انقذ، لازم انقذ ولد عمي. بس لازم استدرجهم اول هنا، راح اجيبهم هنا، بعدها اطلع بسرعة من هنا، راح انقذك يا ولد عمي، راح انقذك يا ولد عمي. حاولت يا ولد عمي، حاولت يا ولد عمي، حاولت يا ولد عمي، حاولت. لهنا وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى ان الحلقة عجبتكم. اذا حابين ينزل لها مقطع ثاني حطوا 1000 لايك، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.